انت شيخ ابن شيخ وجدك شيخ، لازم تاخد مكانتك بين كبارات البلد. وانت شويه حامد. حامد مين؟ ما انتش عارفني يا عم؟ انت ليك حق، ما انت سايب البلد دلوقتي وهربان منها بقالك ياما. ايوه انت مين؟ محمد ابن الشيخ سرحان، قصدي الشيخ محمد ابن الشيخ سرحان رحمة الله عليه. يا محمد. الشيخ محمد مأذون الناحية وإمام الجامع. منور يا محمد، منور. أنت اللي منورنا. والشبل بقى الصغير دوت يبقى مين؟ هذا الشبل من ذاك الأسد شوقي ابن الشيخ محمد ابن الشيخ سرحان. ألف رحمة نور عليك يابا. أنعم وأكرم يا شيخ شوقي. أنعم الله عليك يا عم الحاج. تعال سلم على الشيخ حسنين أخو همام. إيه؟ يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، يا مرحبا. اهلا بيك يا شيخ محمد. يعني كنت بتتركع قبل المغرب؟ مش مستحب. ما هو ركعتين تحيه البلد الجديده والمسجد في اي توقيت. اه اللي انتوا جايين عشان تعزوا ماشيين؟ لا هنعزي وقاعدين، نقعد في بلدنا بقى كفايه غربه يا شيخ محمد. الف اهلا وسهلا، يا مرحبا، يا مرحبا. الا الشيخ حسنين بقى من أني مشيخ؟ من أنه مشيخي؟ ما تقلقش، ده مش شيخ موظف، ده شيخ دين. إيه؟ وهو في شيخ دين وشيخ موظف؟ مش كلها مشيخ ربنا؟ وبتشتغل إيه بقى يا شيخ حسن؟ إيه؟ مدرس. مدرس حساب، يعني مش هيقطع عليه. كده يبقى نورتونا بصحيح. يلا شوقي يا ابني يلا، المغرب وجد، أذن.